بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 15 بعد 1000 على 1 بعنوان بعض مهمات أحكام الحج والصيام. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 ذو الحجة 1411 هجري، الموافق 24 من الشهر الخامس 1991 ميلادي. عندك شيء؟ طيب، إذا شو عندك؟ عندي سؤال. أنا أيها أمام الشيخ علي من أخونا أبو ماهر وبطاق السلام عليكم. عليه السلام. والسؤال الآن أخونا علي إن شاء الله يقول السائل: نحن موظفي وكالة الغوث نعمل معها، حيث تقتطع الوكالة من راتبنا نسبة 7%، وقد طالبنا هذه الجهة بإعطائنا قسما من هذا التوفير، حيث تم التوصل إلى اتفاق وذلك بمنح الموظف راتب 18 شهرا دفعة واحدة لمن أتم الحذق أو الحذ فوق 10 سنين، على أن يتم التسديد في مدة 72 شهرا من غير ربا ولا فائدة، على أن تقوم الوكالة بخصم 2.5% ولمرة واحدة فقط، وذلك أجرة للكادر أو الجهاز الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، وسيبقى هذا الكادر على مدى مستمر للقيام بهذا العمل لجميع الموظفين، حتى لمن أراد أن يجدد طلب القرض بعد انتهاء مدة التسديد 72 شهرا. فهل في هذا القرض شيء؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. الملاحظة طبعا تطبيق الملاحظة شغل 2.5%. ايه هاي المشكلة هنا 2.5%، فيما يبدو الله أعلم بالسرائر أنها حيلة ربوية، فإن لم تكن حيلة ربوية وكانت فعلا أجرة لعمل يقوم به بعض الموظفين، وليس من طبيعة هؤلاء الموظفين القيام بهذا العمل، ففي هذه الحالة الضيقة يمكن اعتبار هذه النسبة المئوية أجرة. أما إذا كان من عملهم من طبيعتهم بحيث لا يفرغون من أوقاتهم التي يأخذون عليها أجرا مسمى، لا يفرغون وقتا خاصا لمثل هذا التسجيل، فيكون هذا احتيال ويكون من باب تسمية الربا بالفائدة. الشيخ لا يؤيد الوجه الثاني والله أعلم، لأنهم بيقولوا هذه يأخذونها سيأخذونها مرة واحدة فقط، وحتى من أخذ قرض مرة ثانية لا يأخذون من 2.5%، فهذا يؤيد أنه مش ربا أو فائدة أو شيء من هذا. ما أدري هل هذا الوجه؟ على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم يعني على واقع هذه النسبة، لكننا نقول إن كانت جزاك الله خير هكذا فهو هكذا وإلا فلا. بارك الله شيخ. أنا كان ذكر لي جزا الله خير أخونا أبو ماهر أنه
الأخ اللي قام على مناقشة هذا الموضوع هو أخ حريص جدا ومتدين إنه ما يقرب الربا، ومن ها على من هذا المنطلق يعني بلوا إنه هذا الشيء الكادر هذا هو خاص لهذا المشروع فقط. نعم، هذا في الجزائر بلغكم إنه غدا في إضراب. إضراب فين يقع فيه؟ من النهضة. الجبهة نفسها. إضراب يعني امتناع عن الأعمال. الأعمال والأعمال توقف كامل. هذا الشيخ لم يجوز الطعام، إضراب عن الطعام فيما بعد مع التطورات. على كل حال نحن سئلنا امبارح في الأمس وآنفا عن هذا الإضراب، فقلنا هذا نظام ديمقراطي أوروبي أمريكي، ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وفي جوابي في الأمس القريب قلت للسائل مذكرا له، لأنه يبدو أنه على شيء من الثقافة، بحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه كلمة مع الفارق الشديد بينها وبين ما قصده قوم موسى، فأنكر الرسول عليه السلام وقال بالإنكار الله أكبر هذه السنن. فقلت إذا كان الرسول عليه السلام ينهى عن التشبه بالكفار لفظا مع الفارق الكبير بين لفظ الكفار ولفظ المسلمين الأصحاب، فمن باب أولى أن ينهانا أن نعمل عمل الكفار وأن ننهج منهج الكفار في إصلاح الحكام وتقويمهم وحملهم على الحكم بما أنزل الله. فقلت لهم هذا ليس هو السبيل، ثم دندنت حول ما تعلمون من التصفية والتربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غيره فيما يتعلق بشمرات يوم العيد، كثير من الشيخ كما تعلم يفتون بأنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، فهل من باب الضرورة وكان الإنسان مقيد في حملة من الحملات لا يستطيع أن يفارقها يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس؟ ولماذا لا يستطيع أن يفارقها؟ ممكن يضيع عنهم أو ممكن هو لا يجوز للمسلم أن يفترض عدم عون الله للمتقي لله، بل يفترض العكس من ذلك تماما. للآية المعروفة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الواقع أن المسلمين اليوم يتساهلون كثيرا، رأسا يفترضون الضرورات، آنفا الساعة أظن 9:55 أي قبل الأذى بقليل، بيتصل معي سائل بيقول لي عندي سؤال، قلت له ما تعرف من الأسئلة بعد العشاء؟ قال لي في ضرورة. قلت له شو هي ضرورة يا أخي؟ قال إيه معذرة، كنا ماشيين المسجد والآن إن شاء الله بنصلي وبنسألك. شوف رأسا افترض إيش الضرورة مشان يأخذ الجواب، وليس هناك ضرورة. فقصدي بارك الله فيك أن لا نسارع إلى افتراض الضرورة، وإنما إلى التفكير لاتخاذ كل الأسباب التي لا تحملنا على مخالفة الحكم الشرعي.
ومنذ أيام قريبة سألني سائل يريد أن يحج بالباص بالأجرة طبعا، فأنا نصحته أنك إذا كنت مضطرا أن تسافر مع الجماعة في الباص فلا تربط مصيرك معهم في عدة مناطق. أولا، إذا انطلقوا من مكة في اليوم الثامن فإنهم لا يذهبون إلى منى ليباتوا في منى ولينطلقوا منها صباح عرفة إلى عرفة، وإنما يأخذونهم رأسا إلى عرفات. ولذلك فأنت انوي مفارقتهم منذ تلك اللحظة ولا يذهب معهم إلى عرفات اليوم الثامن. المهم، أنا نصحت الرجل أن ينوي المفارقة فيذهب إلى منى ويبات هناك، ثم يذهب إلى عرفات إن شاء على قدميه على حسب استطاعته ونشاطه، وإن شاء يأخذ سيارات باصات كثيرة هناك بالأجرة. كذلك ما بيركب الباص من عرفات إلى مزدلفة، لأنهم في أكثر الأحيان ينقلونهم فورا إلى منى فيفوته البيات في المزدلفة. وأنا أذكر يمكن من 30 سنة تقريبا أنني أنا وبعض إخواننا السوريين، مع أنني كان تحتي سيارة فأبقيتها في منى وطفنا هذه المناسك على الأقدام، ذهبنا من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى الجمرة ومن جمرة إلى طواف الإفاضة على الأرجل، وهذا أمر سهل. لكن من كان مرتبطا مع سيارة نصحته أن يعلم المنطقة التي سينزلون في منى منها، كذلك في عرفات مشان يعني يبات في الخيمة أو ينزل تحت خيمة. وعلى هذا نقول أن الذي يريد أن يرمي الجمرة فيجب أن يتأخر حتى تطلع الشمس، لورود الحديث الصريح عن ابن عباس مع أنه كان من الضعفاء الذين أذن لهم الرسول عليه السلام بالانصراف قبل صلاة الفجر الضعفاء، قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولذلك فينبغي أن لا يتقدم بالرمي طلوع الشمس. ورأيي إذا دار الأمر بين أن يتقدم بالرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يتأخر إلى بعد زوال الشمس فهذا أولى من ذاك. التأخير إلى الزوال أولى. ثم هذا التأخير إذا كان في الزوال مثلا في مانع من الازدحام أو من اشتداد الحر ونحو ذلك فبإمكانه يتأخر إلى المساء، كما جاء في الحديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. أما أن يرمي قبل طلوع الشمس فهذه مخالفة صريحة للحديث. فلهذا إذن أنا أذكر وأنبه على شيئين اثنين. أولا، أن لا نفترض الضرورة مسبقا وسلفا، وثانيا أن نستحضر القاعدة المتممة
لقولهم الضرورات به المحظورات، ألا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا دار الأمر بين أن يرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يرمي بعد انتهاء الوقت الذي يحصرونه بما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، فالأولى أن يرمي بعد الزوال. في حديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. واضح؟ أنا طالع مع شركة يعني مساعد لهم، فاشترطوا علي يعطوني باص مقابل هذا، لكن أكدوا علي إني ما أخذ الناس على منى في اليوم الثامن. سلف. أي نعم. أي مشكلة. نعم. فأنا قبلت هذا في الظاهر، لكن يعني قلت لعله يكون في مصلحة راجحة إذا أخذت الناس واجتهدت عليهم إن شاء الله وتفهمت معهم إني أخذهم على منى. طيب هذا في الظاهر، والباطن ما هو؟ أقول يعني إنه هذا اللي أنا وافقت على هذا الشيء، لكن أنا نيتي إني آخذ الناس على منى. وهل تستطيع أن تنفذ نيتك؟ نعم. كيف؟ الناس اللي معي في الباص بأخذهم يعني مجربين هذا قبل. ما في عليك رقيب مسؤول؟ ما أظن إلا ما لك طريق يعني. مش دائما. ها؟ مش دائما. كيف مش دائما؟ يعني إذا أنا أخذت الباص كنت أنا المسؤول عنه، الباصات بيطلع عادة إلى عرفات، إحنا بناخذ الباص بدل ما يطلع على عرفات بناخذه على منى. ما أظن يا أخي. طب لو أجبرونا شيخ يعني أنا رد رجعت لنفس المشكلة اللي وقعت فيها من الأول، رجعت تقول الضرورة أجبرونا. قبل هذا كيف تصورت أنه بإمكانك أن تستقل؟ إذا رحت لمنى بتعرف من بدك تنزل؟ أنا أعرف. نعم. كيف؟ وين؟ شلون؟ المكان يعني في منى؟ ايه؟ السكن الأردنيين يعني معروف المكان. معروف المكان؟ نعم. يعني أخذهم لسكن الأردنيين الموجود في منى. طيب وإذا رحت لعرفات كذلك تعرف؟ نعم أعرف. أنا شايفك كأنك جريء في غير محله. بس أنا أعرف يعني حجيتها. خليلي يا طيب يا أخي، عرفات واسعة وطويلة وعريضة، كيف عم تصور أنه بسهولة وبدون ما تضيع مثل اليهود في التيه رأسا تعرف تروح للمكان اللي خصص للأردنيين؟ كيف تصورت بها السهولة هذه؟ يا شيخ الأماكن معروفة كل سنة ما بتتغير من محلها، يعني أنا رحت الحمد لله أكثر من مرة ما بتتغير من محلها ودائما العنوان معروف. هذا بالنسبة لوضعنا إحنا كأردنيين. طيب إذا أنا شو سؤالك؟ سؤالي الآن إذا هم الجماعة أصحاب الشركة أخذونا على عرفات وما أخذونا على منى، إيه؟ في هذه الحالة نفارقهم يعني ونحن وهذا لا بنحكي، هذا الأصل هذا لا بنحكي. تالي نحن كنا عم نطبق مثل وماني شاعر، الكلام إليك يا كني واسمعي يا جارة. شيخ انت لاحظت هو عمرو ربي سؤاله انه هو شيخ راح تروح هناك مثلا زي ما تقول مجانا على حساب الشركه بشرط انه يكون هو مسؤول عن الباص، فالان هي خلب الوعد يعني لما بترك الناس هو مسؤول عن الباص. اه بس هو شعر بالاخير انه ما راح يقدر يكون الا اما، ولذلك قال اذا اخذونا راسا لعرفات. هذا على فرض، هذا على فرض استاذي اذا ما فيش مسؤول غيري انا في الباص، لكن لو في واحد اخر من اصحاب الشركه بصير هو المسؤول يعني. هذا هو المفروض، لذلك قلت لك ما في عليك رقيب ولا عتيد. هو هذا ما اعرف يعني لسه ما اعرف ايش بس كنت معلق هلا. نعم بس يا شيخ يعني الله يبارك فيك،
يعني انا ما اعرف اني يعني ما اعرف اني راح اكون انا مسؤول مباشر او راح يكون علي رقيب. فاذا كنت انا مسؤول مباشر ان شاء الله راح يعني يكون الحج على السنة، لكن في حالة اذا كان علينا رقيب ومسؤول واخذنا على عرفات اخذ الباص كله، وانا ما استطيع ان افارق الباص لانه انا مسؤول عن الناس الموجودين يعني مع في الباص. اي نعم، انا عرفت اذا كنت انا المسؤول الاول انا ان شاء الله تعالى اروح على منى على طول، لكن لو كان احد المسؤولين او الرقباء من الشركة واخذنا مباشرة على عرفات. اي في هذه الحالة يعني اترك القافلة اللي انا يعني مسؤول فيها ثم اذهب للمنى لوحدي؟ استطاعتك ولا لا؟ انا رحت لي لا استطعتي ان اذهب؟ استطاعتك تترك القافلة؟ لا ادري، قد يترتب على هذا مفاسد يعني من الشركة مش بالعمل، يعني قد يكون هناك لوم او ما اشبه ذلك. ايوه، اذا اخذوك من عرفات الى منى بدون المرور بمزدلفة يعني؟ ايش المرور؟ هو يعني الفرض يعني؟ لا طبعا، كالمرور في الاخشبين. صلاة الفجر. ها؟ تقول صلاة الفجر. ايه، فانا اقول اذا اخذوك الى منى فورا. لا طبعا، لانه شو تساوي؟ ما هيك راح تصل صوف القضية هيك. لا احنا بالنسبة لمزدلفة ما اذهب معهم على منى مباشرة. شو بتساوي؟ بتركهم بفارقهم. طيب تقدر تتركهم؟ نعم. شو الفرق بين هون قلت نعم وهناك قلت لا ادري؟ لان المبيت في مزدلفة يعني كما نعتقد انه ما لا تحيد عن الجواب. نعم. لماذا قلت هنا نعم وقلت هناك لا ادري؟ المهم ما انصح لك ان تذهب معهم. قد لو ذهب انسان اخر يسيء اكثر. ما لك مسؤول انت عن غيرك، هاي طريقة بيرتكبوها غيرنا. قال تعالى كما تعلم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا غيرك بده يحترق ويخالف الشريعة، وانت ليش تحترق وتخالف الشريعة؟ هذا المنطق لا شرعي هو اللي فتح الأبواب لمخالفة الشريعة في كثير من القضايا. مثلا والله صحيح الاختلاط في التعلم مخالف للشرع، لكن نحن بحاجة إلى طبيبات. فإذا أنا أقدم بنتي أختي تتعلم في هذا الاختلاط، ليش يا أخي؟ خلي غيرنا يكون كرش الفداء. بيجي نفس الجواب، أنا بجوز بعض الفاسقات أو الفاجرات هن يتخرجوا الطبيبات، فأحسن نحن نطالع بناتنا ونشفعنا. منقول هو أحسن إذا ما بدنا نحرق أنفسنا ونجعل نساءنا وبناتنا كبش الفداء بيكون أحسن. أما أن نعرض أنفسنا لمخالفة الشريعة بزعم أنه نحن أحسن من غيرنا، هذا سبحان الله منطق مخالف للشريعة. ولذلك اتصور أنت الآن القضية التالية، بغض النظر عن سفرك مع القافلة، إنسان أدى فريضة الحج ثم أراد أن يحج متطوعا،
ولكن أخل ببعض الواجبات، هل هو آثم أم لا؟ هل خير له أن يحج تنفلا ويرتكب الإثم ولا أن لا يأثم؟ طيب، فما بالك إذا اضطر أن يحج وأن يعرض عن بعض الأركان؟ من باب أولى. فأنت ما دام ربنا عز وجل أنعم عليك وقضيت فريضة الحج وربما أكثر من فريضة، شو بدك أنت بهالمشكلة؟ هو المفروض أنه الإنسان لما بده يصلح بده يكون هو الآمر والناهي، هو الموجه لهالجمهور اللي تحت يده حتى يكسب فضيلة الحج الكاملة له أولا ثم لأصحابه الذين معه ثانيا. أما أنه تنقلب القضية وهو يحج حج ناقصة بحيث أنه قد يصدق عليه ما قيل قديما وما حججت ولكن حجت الإبل، طيب غيره. عندي سؤال. تفضل. عن أحكام الصيام، يعني إذا أتى زوجته أحد إذا أتى أحد زوجته في شهر رمضان قبل غروب الشمس، ما عليه أن يفعل؟ هل هناك في سؤالك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل وقت العصر؟ يعني قبل سماح الفتور يعني. ما جاوبتني. كيف يعني؟ هل هناك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل صلاة العصر؟ لا، قبل المغرب يعني، قبل العصر أو قبل المغرب يعني. يعني الشيخ عشان عاش في فرنسا فالعبارات لعله ما يفهمها كويس. يعني في رمضان يجوز. تعرف اللغة الفرنسية؟ لا. أكرر الكلام الشيخ. لا، في رمضان يعني الإنسان يصوم من الفجر إلى المغرب. إلى غروب الشمس. غروب الشمس. هاي. وإذا أتى كما قلت لك قبل غروب الشمس يعني ما عليه أن يفعل، يعني قبل العصر ولا قبل الظهر ولا قبل المغرب؟ ليش خصصت أنت قبل غروب الشمس؟ يعني قبل المغرب يعني. قبل بتقصد المغرب غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب؟ قبل أذان المغرب. نعم. طيب، وغربت الشمس ولا ما غربت؟ لا ما غربت الشمس. ها؟ لا، فإذا لا فرق قبل غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب. بدك أنت توضح شيء؟ يعني فهمت من سؤاله أنه الرجل يأتي أهله في نهار رمضان. إيه، لكن عنده قبل غروب الشمس. أي نعم، هو مرات محتار، مرة قبل الظهر، مرة قبل العصر. يعني لا، هو ما عم يحتار، أنا ما أقول له شو في عندك فرق بين قبل غروب الشمس وبين قبل العصر، ما عم يجاوب. نعم. حتى نعرف شو فيه. فهمت الآن. يعني قبل أذان المغرب. قبل أذان المغرب. نعم. طيب، وهو قبل غروب الشمس. نعم. أكذلك؟ نعم. طيب، لا يزال يا أخي هناك شيء غير واضح في سؤالك. هل تفرق بين إنسان جامع زوجته قبل أذان المغرب قبل غروب الشمس أو جامعها قبل العصر؟ في هناك فرق عندك؟ أريد أن أفهم لماذا هذا القيد الدقيق قبل غروب الشمس. يعني قبل غروب الشمس
عبارة عن الشهر رمضان يعني، لأن بعد أذان المغرب يجوز أن يأتي زوجته يعني بعد غروب الشمس، يجوز للمسلم أن يأتي زوج. افهم منه يا أخي يا زيد، أنت جاره هلا، افهم منه شو الفرق بين الأمرين. شيخ هو يريد أن يسأل يا شيخ، أنا أتصور سؤاله فقط أنه رجل أتى أهله في نهار رمضان. نعم. وقع في خطأ التحليل، يصحح له خطأ ولا نشوف لعله يعني شيء ثاني. نعم فهمت الخطأ تبعي. يعني سؤالك انه رجل اتى اهله في نهار رمضان، نعم، قبل ان يفطر، نعم، ما عليه؟ ما عليه ان يفعل. نعم يعني هذا يا اخي انت ما بيكفي انك تتحاشى لفظه، نعم، بدك تدندن حول لفظه لعله في شيء بذهنه. نعم بده يفهم لي شيء. ذكر الغروب الان في لحظه قبل غروب الشمس، هل لها ثمره بهذا التقييد الا انه قبل حل الفطر، ولا لو كان قبل المغرب ولا قبل العصر ولا قبل الظهر سواء؟ قبل يحل الفطر. قبل يحل الفطر. يعني قبل ما يحل الفطر ممكن يكون بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر. ما في فرق. قبل المغرب. هذا هو يعني قبل وقت محدد. فأنت قلت قبل الغروب، هل تقصد أنت يعني قبل ما يحل الوقت، بمعنى أنه ربما يفعل هذا يعني بعد الفجر، ممكن يفعل هذا بعد الظهر، ممكن يفعل هذا بعد العصر، ممكن يفعل هذا قبل المغرب، هل تقصد هذا ولا؟ ولا أن قبل المغرب يعني تظن أنه شيء له شيء زائد هذا اللي خايف عن الأحكام الأخرى أو عن قبل العصر؟ يعني اللي بجامع أهله قبل العصر غير عن اللي بجامع أهله قبل المغرب؟ لا سأوضح سؤالي. أيوة سأوضح. فهمت هذا الكلام؟ فهمت غروبين الشمس يعني. غروبين؟ غروب إيه، قبل العصر وبعد المغرب يعني، على العصر والمغرب. يقصد إذا غربت الشمس يعني يعتبرها غروب. الفرنسي هو يلا خليه يرطنوا مع بعضهم البعض كيف يفهموا. ما في فرنسي. نحن السفر الوقت عام رمضان لا تعم، ممكن ما وعلم أنا زواج لا تعب، يجوز لا يجوز خلاص. لا خلاص لا مشكلة. السؤال واضح يعني، أن هل يجوز يعني ما عليه أن يفعل إذا إنسان أتى زوجته قبل أذان المغرب؟ نحن نجيبك هذا السؤال الجواب عليه سهل، لكن نحن نخشى أنك أنت تريد شيئا ولا تحسن التعبير عنه، فنقع نحن معك في الخطأ الذي نعم. فأنا بقول عليه أن يصوم شهرين متتابعين. نعم فهمت الجواب؟ نعم عليه أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. وعندي سؤال ثاني في نفس الموضوع، وإذا أتى زوجته دون أن يجمعها يعني دون أن يجمعها ليس عليه شيء، دون أن يدخل يعني نعم نعم دون أن يجمعها ليس عليه شيء ليس عليه شيء. نعم. وفي سؤال ثانية عن هذا سؤال ثالث عن أحكام الصيام كمان. إيه نعم. في واحد مسلم هو طالب ويدرس وأتى وقت الامتحان الثانوية وفي شهر رمضان كمان، وهو يعني فطر لأجل الامتحان. ما يجوز. لا يجوز، ما عليه أن يفعل يعني. ما عليه أن يفعل إذا أفطر؟ إيه؟ ولا ماذا عليه أن يفعل لأجل أن لا يفطر؟ لا إذا فطر. إذا أفطر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إيه؟ وأن لا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا الإفطار، لأن هذا جرم لا يمكن أن يكفر بالقضاء. لا يمكن أن يكفر يعني؟ لا يمكن أن يكفر بالقضاء. ثم هؤلاء الذين يسوغون لأنفسهم أن يفطروا بسبب الامتحانات،
هؤلاء عليهم أن يعكسوا الدراسة، أن يدرسوا في الليل وأن يستريحوا في النهار، لأن طبيعة الإنسان مهما كان مجتهدا مهما كان حريصا على النجاح في الامتحان لا يمكن أن نتصوره يظل يدرس ليلا نهارا، صحيح؟ نعم. لابد له من النوم. فإذا هو ليدرس في الليل مش ينام في الليل ويفطر في النهار لأنه يريد أن يدرس في النهار، وإنما يصوم في النهار ويدرس ويجتهد في الليل، أو مثلا في بعض الليل هو الوقت الأنسب شرعا وطبيعة هو بعد صلاة الفجر إلى ضحوة النهار، عملا بقوله عليه السلام بورك لأمتي في بكورها، يجتهد ويدرس بعد صلاة الفجر 3 ساعات 4 ساعات حتى يشعر بأنه بحاجة إلى الراحة فينام. أما أن يفطر مشان الدراسة، هو بده يدرس في الليل ولا في النهار؟ لا، لأنه يعني أحس بالضعف في النهار وخاف برصب الامتحان، ولذلك يعني فطر في يعني أكل الضعف. يا أخي هذا الذي أنت تعبر عنه إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون وهما. يعني إنسان إذا كان مريضا لا وما في عنده دراسة يجوز أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سواء. أما والله هو أحس إيش بضعف، أحس بتعب، لكن هذا التعب لو جعله كما قلنا في الليل واستراح في النهار لا يشعر بالصيام وهو نائم إطلاقا. فالقضية ما تحتاج سوى تنظيم الأمور. يعني الآن نضرب مثلا واقعيا، اليوم كثير من الطلاب بغض النظر عن رمضان متى يدرسون؟ في الليل بعد العشاء، وقد يسمرون ويسهرون نصف الليل، صح؟ فإذا ناموا في نصف الليل ما يستطيعون أن يقوموا لصلاة الفجر، صح؟ متى يصلون الفجر؟ بعد طلوع الشمس. هؤلاء يقال لهم اعكسوا تصيبوا، صلوا العشاء وناموا ثم استيقظوا بعد نصف الليل، كونوا نشيطين وادرسوا إلى بعيد طلوع الشمس، ثم ينامون أو يستريحون أو يعملوا على حسب وظائفهم. أما أن يسهروا بعدين يناموا عن صلاة الفجر بعذر أنه والله كنا ندرس في الليل، لا، اجعلوا الدراسة في آخر الليل. وبهذه الطريقة تجمعون بين القيام بصلاة الفجر في الوقت وبين استعداد للدراسة التي أنتم الآن يعني متولجون فيها. الآن الساعة 11 ونص يا ما هي طبيعة أولاد. الله يجزاك الخير يا شيخ. بما تيسر يا شيخ. قلت سؤال أخير. شوف هذا مش سمي السؤال، ما سألتش السؤال. كمان ما في لك أسئلة خلاص. هاي. ما شاء الله. ما اسمها هذه؟ هذا اسمها رجاء. رجاء؟ نعم. ايش اسمها على مسمى إن شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ وصلت انت في لحيتي. ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. كيف حالك؟ ها؟ ما شاء الله. خذها هي قبل ما يصيبها شيء أذي. في سؤال شيخ لو تصبر شوي. نعم. يلا خلص. ما قلنا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة.
هذه يا شيخ الله يهديك لا تظلمها، هذه هادئة بالنسبة لغيره. جزاك الله ما شاء الله بارك يا الله. سؤال أخينا كان شيخ ما هو عن الدراسة، إنما هو كان عن وقت الامتحان، لأنه قال الدراسة، أنت فهمت الدراسة وجاوبت على الدراسة، هو يقصد وقت الامتحان نهارا يفطر الشخص. ليش؟ عشان لتقديم الامتحان. هذا الأقبح من ذنب. صح، لكن هو هذا سؤاله اللي ما وصل لك إياه مضبوط. خير إن شاء الله. الدراسة إذن هي المقصود بالامتحان. إذا أعد الجواب لهذا السؤال المضبوط. مضبوط هذا. إيه هو قال الدراسة. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز من باب أولى. خوفا من الامتحان يعني. في خوفا من رسوب الامتحان. وخوفا من ضعف يعني. الدراسة. التي يدرسها طالب العلم ليلا نهارا ليتهيأ لتقديم الامتحان أصعب أم بعد أن يكون قد درس ليلا نهارا ويطلب ليقدم الاختبار والامتحان، أيهما أصعب؟ أليس هو الأمر الأول؟ فإذا كان الأمر الأول لا يجوز للمسلم أن يفطر، لأننا ذكرنا كيف يكون العلاج، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يفطر لأنه يريد أن يتقدم إلى الامتحان. هنا يجب أن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يشرح صدره وأن يقوي قلبه للثبات أمام الأسئلة التي سيمتحن فيها. ولكنه يعني ما كان يعني عالما أن هذا المستوى، أن هذا سيأتي في هذا المستوى يعني، لأنه لا يعرف يعني الإسلام يعني جيد كما أقول له. لا يعرف ماذا لا يعرف؟ لأنه ليس متدين يعني، ليس لا يعرف يعني، ليس له علم كما يعني كل مسلمين يعني، ولا يعرف يعني درجات يعني هذا الأمر الذي أتاه يعني. إيه ما الفرق يعني إذا كان يعرف أو لا يعرف؟ فكرك إيش الفرق يعني؟ سيرازيس كذا. وعندي سؤال منه، إذا أراد أحد أن يتزوج وبنية أن يطلقها بعد السنة بموضوع يعني بسبب خاص، لا يقول لها أنه سيطلقها بعد السنة يعني، يجوز هذا؟ لماذا ينوي أن يطلقها ما دام ليس عليه رقيب ولا عتيد؟ لماذا ينوي أن يطلقها؟ لكي لا يتشبه بزواج المتعة يعني. أو فإذا لم ينوي شيئا يكون تشبه بالمتعة؟ إذا لا يقول لها يعني، إذا لم ينوي مش يقول لم ينوي يعني، شو معنى لم ينوي؟ أنت ما قلت هو لا ينوي، هو ينوي أن يطلقها بعد سنة. أنا أعكس أقول إذا لم ينوي، ما الذي يترتب؟ في فرق يعني. ما أسألك عن الفرق. إذا si toi t'as pas l'intention de justement. إذا لا ينوي هذا الزواج طبيعي يعني. طيب ألا ستريد أن يكون الزواج طبيعياً؟ ولكن هذا يعني أنا أظن أن أنا أسألك يا شيخ، أسألك أجب عن السؤال. ألا تريد للمسلم أن يكون زواجه طبيعياً؟ طبعاً. ها؟ طبعاً. فإذا لماذا هو ينوي أن يطلق بعد سنة؟ الله أعلم.
dis pour ça que je suis en voyage, je suis marié à l'homme. Et dans un an, je vais pas ramener avec moi, parce que je vais. On va voir l'homme. Non, mais c'est pas la question. Il t'a dit pourquoi tu. Je dis oui, c'est pour ça. Tu dis pour une raison. يعني أنا أظن في فرق أن ينوي أو ولا ينوي يعني أن يعني بنسبة حق الزوجة له يعني أن يقول لها أنا سأطلقك بعد السنة هي يعني أظن أن هذا يعني يعتبر أن حق الزوجة حق لها هي تقول نعم أو لا يعني Ah, enfin, il dit si t'as l'intention. T'as l'intention ou t'as pas l'intention? Oui, mais à la De divorcer? J'ai l'intention de divorcer, mais mon kin, je ne divorce pas. C'est un autre problème. Cheikh, anta tattarib fi soualak. Marra taqoul, la yaqoul, wa innama yanwi. Fahal fahimta anna hadhi niyya لا فائدة منها ولا حاجة له إليها هل فهمت هذا؟ هذا الذي لا يعني النية يعني c'est la nia ou pas la nia mais il te demande يعني la différence qu'il y a entre ça avoir la nia et pas la nia هذه مشكلة في فرق يعني بين النية نية و... لو أن مسلما تزوج امرأة نعم كما يتزوج المسلمون هل ينوون شيئا لما يتزوج المسلمون لا طيب لو تزوج مسلم بمسلمة نعم كما يتزوج المسلمون أي لم ينوي نية ثم بعد سنة بدا له أن يطلقها يحرم عليه أن يطلقها لا لا يحرم لا يحرم ولكن ولكن لكن زوجة يعني يعني أنا أعتبر عن حق زوجة يعني في هذا الموضوع يعني إيش حق الزوجة يجوز له أن يطلقها أم لا إيه طبعا يجوز إيش الحق بقى الذي أنت تتكلم فيه ما دام يجوز هل للمرأة حق هل للمرأة أن تمنع الزوج من أن يطلقها؟ ممكن ها؟ أه؟ لا ما في؟ الله أعلم لا أدري يعني ولذلك أنا خايف الشيء هذا فبدنا نشوف هم يرون أن حق الزوجة أن تعلم بنيته هذه قبل عقد القرار يا أخي نحن ما نقول له لا تنوي الله يرضى عليك ما نقول له لا تنوي هذا الشيخ كأنه كأنهم تكلموا في هذه المسألة فهو يميل إلى أنه من حق الزوجة أن تعلم بهذه النية قبل عقد القرار سبحان الله فهو هذا البديل أنا أقول يا أخي هل المسألة انتقلت منه إلي نعم إلك أنت معي نعم أنا بقول لك الآن أنا ما بدي هل الزواج الزواج الشرعي يتطلب نعم. نية؟ أنا بدي أتزوج امرأة نعم. كما يتزوج المسلم بأي امرأة بعدين بدالي أني طلقها بعد سنة نعم. سنتين إلى آخره إلي حق ولا لا لك الحق في نية هنا نية مسبقة إيه وهو هذا الكلام يتكلم عنه يا شيخ الله يهديك أنا مسألك لا تركه أنا ما راح تعيد لنا قصة ابن بطال أنا بطلت ابن بطال. بطلت أتكلم اترك لي أنا بحب الاستماع بطلت أتكلم إنما لأنه أنا مع أنت شروم. بطلت وأنت عم تحكي ما أشرهم بطلت شيخ أنا معاشرهم فترة طويلة جزائريين يعني عندما كانوا يتكلموا العربي لعلني يعني من كلامه بستطيع أفهم شو اللي بده يسأل ليش ما فهمنا شو عم يسأل هو في عنده نقطة بدور حولها يا شيخ الله يعينك آمين النية هذه هل للزوجة حق أن تعلمها؟ لك يا أخي لا ينوي عم نقول لا ينوي أنا عارف والله هذا الله المستعان أنا عارف يا شيخ هذا أنت عارف؟ أنا عارف إنه ما هو عارف؟ هو مش عارف يعرفه أنا نشوف ما دام تعرف عرفه ما أنت أجبت عن هذا لكن هو يقول لكن
أرى أن يكلم الزوجة، يعني هذا اللي بدي بس يفهمه. مدام أن يجوز للمسلم، أنا ما كنت أعرف هذا، مدام أن يجوز للمسلم أن يطلق زوجة بأي وقت، يعني هذا يعني لا تكلم. هذا هو، لذلك بين النية، لذلك من قل لك لا تنويل، ومن يقول له الرجل ايه عندن عادي كذا، ريحناه قلنا له لا تنوي. وهذا شو راح يترتب؟ نحن هذا دائما نبحث مع الشباب اللي يبتلون ويعيشون في بلاد اوروبا، بده يحصن نفسه، بيتزوج امراه بينوي في نفسه انه بس يخلص من الدراسه يروح ايش؟ يطلقها. فهمت علي؟ نحن نقول لهؤلاء اتزوجوا ولا تنووا، لانه النية هي ان ما ضرتكم ما بتنفعكم، النية هذه ان لم تضركم ما راح تنفعكم. ليش؟ لانه المسلم لو تزوج في بلاد الاسلام وعاش ما عاش مع زوجته ثم بدا له ان يطلقها فله ان يطلقها. عرفت كيف؟ فهناك لما بده يتزوج امرأة نصرانية او يهودية وقد يشعر بأنه في نهاية المطاف انتهت سنة دراسية وبده يرجع لبلده، قد يبدو له أنه ما يأخذ معه، تعمل له مشاكل مع أهله، مع أبوه، مع جده، مع أمه إلى آخره، فحينئذ بطلقها. الشرع ما بيقول له لا تطلقها. ومع ذلك فقد يكون العكس، وهذا وقع كثيرا، بيجيبها لبلاد الإسلام معه. صحيح ولا لا؟ نحن الآن نعرف مشكلة المرأة الذي طلقها، يعني المرأة طلقها، يعني المرأة التي تزوجت وبعدين طلقها، هي صعب لها أن تتزوج مرة ثانية بعدين، يعني عن هذا الحق لهذه الزوج يعني تكلمت، بس يعني أنا ظنيت أنها في حق للزوجة، يعني المرأة إذا طلق مش هتتزوج، فبالتالي هذا اللي كان قائم جديد. الله يعني هذا شكيت بهذا الحق يعني فقط يعني للزوجة. أرزق الله يا شيخ. خلاص يا الله. سؤالي طب شيخنا، لو كانت جيدة أو طيبة أو كذا التزمت وبدأ له نطلقها، هل يجوز له ذلك ولا تعتبر ظلم لها؟ هذه مسألة خيالية أبو عبد الرحمن. أيوه. حدا بيطلق الجيدة والصالحة والجميلة كمان والعالمة، مين بيفعل هاي؟ لا، ما هو المشكلة بعض الناس بيروحوا على الغرب. شلون؟ يعني بعض الناس بيروحوا في الغرب نكاح المتعة بيحاولوا بهالنية هذه، بنية سنة زمان مثلا بعدين. شيخنا كان يقول كلمة. لا عفوا. فانه عاد المشكلة وحيدت. الله يهديك. نعم. شيخنا شو تقول باختصار؟ انه مثل هذا ليش يضيق على نفسه يتزوج وما ينوي؟ فاذا بدا له يطلق. ما نحكي. باختصار يعني. هلا قلنا هذه النية ان لم تضره لا تنفعه. يلا بس، ما هو خلاص. شيخنا رجل له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون سبب ويجامعها دون الأخرى، مع العلم أن الزوجتان شابة، أن الزوجتين شابتان وتعيشان في بيت واحد؟ ما انتبهت. رجل متزوج له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما ويجامعها دون الأخرى بلا سبب ويرحمك الله؟ يرحمك الله. يجامع إحداهما دون الأخرى بلا سبب، والزوجتان شابتان تعيشان في بيت واحد في نفس البيت، بحق له يعني ينزل احداهما ويجامع واحد دون الثاني بدون سبب؟ طبعا كل من الزوجتين بحاجة الى ان تحصن من قبل الزوج. فاذا أهمل إحداهما سواء كانت القديمة أو الجديدة بدون أن يجامعها، فذلك بلا شك مما يعرضها لشيء من العنت، وربما يتطور الأمر معها فتقع في الفاحشة ويكون هو السبب
ومعنى هذا أنه لا يكون عادلا بينهما. فكما يشترط العدل في المسكن وفي الملبس فكذلك يجب أن يعطي لكل منهما الحق في قضاء الوطر والشهوة، وإلا فيكون ظالما. والله أعلم. يلا يا أبو ليلى أول سؤالك الليلي مبين عليك. حليت للسلم الشيخ. نعم حليت له. أي نعم. شو أخبار الحجاج الشيخ؟ ما زيد في عنده 55 صحيح في هذه المقدمة المختصرة. شيخ ما هذه شغلة سبحان الله. اللغوية بدي أعرفها بس مش عارف مين هو. زيد زيد. تفضل. جاء في حديث رواه أبو حديث أبي أمامة بدي معنى كلمة لما قالوا يا رسول الله إن اليهود يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم، فأمرهم بإعفاء العثانين وقص السبال، قال خالفوا أهل الكتاب. بدي معنى العثانين، وجدتها في كتب اللغة تعني أكثرها أوائل الشيء. يعفون عثانينهم يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم. قال قصوا سبالكم وأعفوا عثانينكم خالفوا أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. حديث رواه الإمام أحمد. والحديث صحيح؟ والله يغلب على ظني أنكم صحيح بالصحيحة بالسلسلة. صحيح الجامعة؟ بالسلسلة الصحيحة. صحيح. تذكر رقم الديش أو في مجلد؟ ما أذكر. في أي مجلد؟ تقريبا. يرحمكم الله. لعله في الثالث، لأنه عهدي به بعيد. يحتاج الأمر إلى مراجعة. لأنه أبو ليلى يتصل معي ويأخذ جواب إن شاء الله. صحيح كبار. هل قياس الطبلة على الدف فيما جاز منه قياس صحيح؟ هل قياس إيش؟ الطبلة على الدف. فيما جاز منه قياس صحيح؟ ما يجوز. القياس يا أخي ما يجوز في مورد النص. هناك نصوص كثيرة تحرم آلات الطرب كلها بكل أنواعها وأشكالها، فإذا جاء نص يبيح نوعا معينا من تلك الآلات كالدف في العرس في العيدين وقفنا عنده، ولا يجوز أن نقيس عليه لأننا في أثناء هذا القياس نخالف النص العام. واضح الجواب؟ فيكون هذا من أبطل القياس على وجه الأرض. سؤال ثاني. ما حكم ضمان محل ما أو سيارة ما مقابل مبلغ مقطوع يومين أو شهري أو يومي أو شهري؟ ضمان إيش المقصود بهذا الضمان؟ ما هو المقصود بهذا الضمان؟ يعني أن لا يصيب السيارة صدمة من جاهل من معتدي، سرقة مثلا كذا؟ لا الضمان يعني يتضمن يعني معلش اتركوه خليه يجاوب. هو شو المقصود بالضمان الذي تسأل عنه؟ هو تأمين المعروف اليوم ولا غيره؟ إذا بين ماذا المقصود بالضمان. نعم ما لك أفهم منه. هو اللي موجه السؤال. الواحد المكلف هو يسأل السؤال. لا تكون مو أنت صاحب السؤال. لا مكلف. هذا هو. إذا بقى نسيت. هات نشوف. سيدي في بأجو السيارات تبع التاكسي. بعطي السيارة للشوفير بطلب منه 10 دنانير باليوم وهو غير مسؤول إيش؟ بالنسبة للمبلغ اللي بطلعه. ممكن يطلع 10 دقايق ممكن يطلع 15 وبده 10 دقايق مقطوع، وممكن الشوفير انه يصدم السياره فالسياره بتتعطل بالكراج، صاحب السياره بده ال 10 دقايق انضرب السياره شغاله ولا خربانه بده يوميا 10 دنانير. طيب واذا خربت السياره مين بيصلحها؟ ما هذا اتفاق ثاني بكون اتفاق مثلا مختلف يعني تصليح السياره، ولكن تعطيل السياره بتحملها مين؟ الشوفير.
مش صاحب السيارة. هي عم اسألك انت بتقول اتفاق تاني شلون انت؟ في ناس مثلا تصليح السيارة يعني اصحاب السيارات بكون مشترك على حسب الخراب. يعني في خراب استهلاك بتحمله مين؟ صاحب السيارة. في خراب من الشوفير بتحمله مين؟ الشوفير. يعني عمل صدمة مثلا الصدمة بتحملها الشوفير ما دخل صاحب السيارة. ولكن خرب الموتور بتحملها صاحب السيارة. يعني من الآن نقدر نقول انه السائق استأجر السيارة من مالكها اجرة تقريبا. لا بدنا تحديدا. شلون تقريبا؟ لانه بتعرف اي تقريبا شو وراها؟ بقول لك انا بيجوز تقريبا او ما بيجوز تقريبا. ممكن صاحب يمشي الحال اعطيك هيك جواب. الاجار صاحب السيارة باي وقت صاحب السيارة من استأجر عليه. أنا إذا قلت لك بيجوز تقريبا تقبل؟ لا طبعا. شو بدي أقبل أنا السؤال تقريبا؟ الشيخ ممكن صاحب السيارة يسحب السيارة من الشوفير بأي وقت صاحب السيارة بده إياه. لكن أنت لما تكون مستأجر السيارة صاحب المكتب ما بده يسحبها منك إلا إذا أنت استغنيت عنها. شو بيفيدنا هذا الإمكان اللي عم تطرحه الأنزلان؟ شو هو السؤال إذن؟ مو السؤال مو هذا الإمكان سأله. هذا الامكان حاطه في بالك انت؟ قول ايه؟ انا بعطيك الواقع. يا اخي عم تعطيني الواقع حاطه في بالك؟ هذا الواقع حاطه في بالك؟ لا يا شيخ. ها؟ مش حاطه ببالي. لا شلون انا حاطه ببالي؟ لازم تحطه في بالك. الواقع اللي انت الان تشرح عنه يعني واضح؟ اه واضح طبعا. ضيفه للسؤال وصنف السؤال في حدود هذا الواقع. كيف هو يكون حتى نعرف نجاوب؟ الشيخ ما فيها قاعدة أساسية هذه، لأنه في بعض أصحاب السيارات بسحب السيارة بأي وقت. يا أخي كل سؤال له جواب. افترض ما شئت، افترض الصورة عندك ياها، نحن بإذن الله نعطيك الجواب. افترض أنه أجار. افترض صورة ثانية. افترض أنها أجار يا شيخ، بدنا نفترض على أساس أنها كأنها أجار. طيب. اعتبر أجار. نعم. إذا الأجار فيه التفصيل السابق أنه إذا تعطلت السيارة من نفسها والمؤجر بيتحمل التصليح، فحينئذ كاستئجار أي عقار. يعني إنسان تاجر بيستأجر دكان قد يخسر سنة سنتين حتى يسلك حاله، وبعدين بيربح مرابح طويلة عريضة. الأجر ماشي عليه فيما بعد كما كان ماشي عليه من قبل. وربما إنسان استأجر دكان مثلا وما مشي حاله فيها فتركها، دفع الأجرة بدون ما يستفيد من هذه الأجرة. إذن كأي شيء يؤجر، إنسان عنده أرض بيزرح بيعطيها لإنسان مشان يزرعها. بيجي هو بيحرثها بيزرعها بيسقيها وإلى آخره، ثم ما أنبتت ولا أثمرت، ما طال الأجرة اللي دفعها هو. وهكذا نرجع الآن للسيارة، استأجرها بشروط واضحة وبينة، ما فيها بغي ما فيها اعتداء، فنقول إذا اتفق على استئجارها بشروط بينة، مثلا أن يقول تستأجرها 12 ساعة 24 ساعة نهارا وليلا مقابل كذا، فإن أحدثت فيها أنت حدثا بسبب جهلك وطيشك والآخري فأنت ضامن، وإن تعطل في السيارة شيء منها وفيها فأنا المالك أنا الضامن. هاي الصورة جائزة، هاي الصورة اللي أنت فرضتها بقول جائزة. في صورة تانية رجعت قضية للمنبع بقى. أنا الشيخ وعلى الغالب الشيخ هذه الصورة التي يسأل عنها يعني. جزاك الله خير. وإياكم الله يعطيك العافية شباب. أهلا وسهلا. عفوا أنتم سامحونا. الله يسعدك يا شيخ. إياك إن شاء الله بإذن الله خلاص من الحج. أسبوع أنا باخذ إن
شاء الله تعالى. لكن اتق الله ان شاء الله ما يجرهوك الناس بتيارهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله شيخنا بعد الحج ان شاء الله من الان نرتب لك موعد مع اخواننا الشباب ان شاء الله. ان شاء الله وانت بخير بعد ان شاء الله بعد العيد يعني. ان شاء الله ان شاء الله على اساس من الاهل الموعد ان شاء الله مرتب في منها. الله يوفقك يا شيخ. الله يسعدك بالخير يا شيخ. الله يسعدك. تفضلوا. خطر في بالكم شيخنا موضوع الحج ان شاء الله؟ الحج انك مسؤول احمد يا الله أحمد فضل. أيوه يلا طريق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شبك أبو عبد الله طريق. قولي تفضلوا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مع السلامة. أهلا وسهلا. إن شاء الله دينك وأمانتك. الله يبارك فيك. خواتيم أعمالي. الله يسلمك. أنت بتسألني؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله طبع الثاني شيخنا. اي والله ما شاء الله لخبرت الله سألونا نموذج حلو ما شاء الله جميلة. ايوه